معنا النهاردة لعبة تستحق التجربة وهي لعبة Days Gone. ولعبة Days Gone هي لعبة عالم مفتوح ومنظور الشخص الثالث، وبطل اللعبة هو ديكن جون اللي بينطلق في رحلة العثور على زوجته والبقاء على قيد الحياة بعد كارثة تفشي المرض وانتشار الزومبي في كل مكان. وبنعيش قصة درامية جميلة جدا، ولكن محتاجة صبر شوية خصوصا في بداية اللعبة، لأن الأحداث في بداية اللعبة بتكون بطيئة شوية، واللعبة بتقدم تجربة مميزة جدا ومرعبة، خصوصا لما بنقابل حشود الزومبي في الليل أو يطردوك ذئاب المسوخ وانت على الموتوسيكل. وطبعا وسيلة التنقل الوحيدة في اللعبة هي الموتوسيكل، وطبعا لازم تهتم بتطويره، وده هيحصل لما الليفل بتاعك يعلى في الكامب، ولازم دايما تراقب منسوب البنزين بتاعك، لأنه لو خلص هتضطر تعيش مغامرة مرعبة عشان تقدر تجيب بنزين من أقرب مكان. وتحاول دايما تبحث عن قطع الخردة اللي هتصلح بيها الموتوسيكل، وهتلاقيها في العربيات الموجودة حواليك في بيئة اللعبة. وبتقدر كمان في اللعبة تصطاد وتبيع اللحوم للجزار الموجود في الكامب. أما عن تجربة الأسلحة فكانت مرضية جدا بالنسبة لي، ولكن كان في مشكلة شوية في الإيم، والأجمل بقى تجربة الأسلحة البيضاء واللي ممكن تعدل عليها وتخليها أقوى. أما عن الجرافيك فمحرك أريال إنجين 4 قدم لها رسومات رائعة، وكمان الأكثر من رائع جو اللعبة اللي بتغير من وقت للتاني ومن مكان للتاني، أوقات بيكون جو صافي وأوقات تانية بيكون تساقط ثلوج وجو تحفة. ولكن المشكلة الوحيدة كانت مشكلة الأداء وهبوط الفريمات في بعض الأماكن. أما عن أصوات الشخصيات فأول مرة تعجبني الدبلجة المصرية في لعبة، ونصحت ليك لو لسه ما جربتهاش إنك لازم تروح تجربها حالا. وفي النهاية لو أنا هقيم اللعبة من وجهة نظري فأنا هديها 8 من 10.